أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي أحكم الحاكمين.
قال يا فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اغتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها
فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. صدق الله العظيم.